منذ صباح اليوم تعيش يعيش قطاع غزة أجواء حزينة حزينة جدا بعد فقدان أحد أعلام حركة حماس. استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة. بعد تحركهم من وقت القصف للسطح المجاور تلقينا الاتصال باستهداف سيارة الزميل إسماعيل الغول واستشهاده على الفور مع رفيق دربه المصور الصحفي رامي الريفي. جريمة اغتيال بشعة. معلش يا اسماعيل، راح نكمل الرسالة من بعدك.